وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي بدأت اعتبارا من الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد. تهدف المبادرة لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة. يتواصل إقبال المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم مع استمرار فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في الأول من الشهر الجاري، وتستمر لمدة شهر بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد. زي محظوظ مني علشان خاطر ان انا اشتري شويه طلبات لاولادي وكتب وحاجات من دواء، ولقيت حاجات رخيصه قوي. داخله اشتري حاجات كراريس وشنط واقلام وكل حاجه، بصراحه الشادر جميل وكويس وحلو قوي. حاسس بالمواطن في دخله المدارس وفي الاسعار اللي بقت عاليه شويه على المواطن، بس المبادره دي موفره علينا حاجات كتيره ونشكر السيد الرئيس عليها. معارض المبادرة التي يصل عددها إلى 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا، تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلاتها خارج إطار المبادرة، وبتخفيضات تصل نسبتها إلى 30%، إضافة إلى توافر تلك المستلزمات في 814 منفذا مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة، كلها بالأسماء والعناوين موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنقدم خصومات بتتجاوز 30-40%، ممكن تصل ل 50%، وفي منتجات منها بتصل لسعر التكلفة، ما بقاش فيها مكسب تمام. دايما على طول بنشترك في المبادرات ديت، لأن دي بتشيل عن الكاهل المواطن المصري، ونكون حريصين إن احنا بنوفر له البضاعة بأسعار منخفضة. مبادرة عظيمة، ونحن الآن الأسعار كلها مناسبة وما شاء الله. نحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض الأسعار. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها، وفرت كافة الاحتياجات المدرسية والسلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد، وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من التخفيضات المعلنة. عديت النهاردة على الخيمة عشان أشتري ملتزمات المدرسة، فلقيت بصراحة الخيمة فيها كل ملتزمات المدارس، الخامات جميلة، الأسعار كويسة جدا. اشتريت كشاكيل، وبصراحة أسعار مخفضة عن برة، بصراحة حاجات جميلة، يعني خدت فكرة عن المكان، ولا حاجات حلوة بصراحة. وبصراحة نشكر الرئيس اللي لقينا حاجة كويسة وحاجة كده، يعني بصراحة أحسن من بره بكتير وحاجة نظيفة. إلى جانب المستلزمات المدرسية، تتوفر السلع بكافة أنواعها، خاصة الاستراتيجية منها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% تحت مظلة المبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أسعار غير بره خالص، وفرت معانا، وفرت كتير كمان. أنا جيت واشتريت حاجات كويسة وبأسعار أقل من السوق وجميلة جدا، وشكرا لكم جميعا. منظومة أمان، ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. كما أعدت أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية لتوزيعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجاً وبدائل العشوائيات على مستوى الجمهورية، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لهم. احنا بنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. الضباط جم وزعوا علينا حاجات اللي هي الشنط، والشنط فعلا جميله قوي، وهي كل سنه برضو بيوزعوها علينا. شكرا يا رئيس، وشكرا لوزاره الداخليه. كلنا واحد مبادره قطارها لا يتوقف عند حد معين، بل هي المظله الاجتماعيه والانسانيه التي تسعى من خلالها وزاره الداخليه الى تخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصريه، في ظل حرص القياده السياسيه على ذلك.
نجاح كبير تسجله مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 23 برعاية رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال المشاركة الواسعة للكيانات الصناعية الكبرى والسلاسل التجارية وكبرى المكتبات في هذه المبادرة، ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.